السيسي وابن سلمان يتفقدان مشروعات قومية في الإسماعيلية ويفتتحان غدا أعمال تطوير وترميم الجامع الأزهر. رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بشأن وثيقة أمان للعمالة المؤقتة. ومجلس النواب يوافق على قانون تنظيم المستشفيات الجامعية ويعفي هيئات التعليم العالي والبحث العلمي من الضرائب. الأخبار من أونلاين. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد ابن سلمان منتجع الفرسان بمحافظة الإسماعيلية. كما تفقد الرئيس السيسي والأمير محمد ابن سلمان الممر الملاحي لقناة السويس وشهدا فيلما تسجيليا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعمليات البناء والتطوير في الموانئ والمركز اللوجستي العالمي. هذا وحضر رئيس السيسي وولي العهد السعودي عرضا لأبرز مشروعات محور تنمية قناة السويس. وخلال العرض قدم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس عرضا تفصيليا عن مميزات محور التنمية. كما قدم رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عرضا عن مجهودات الهيئة في المشروعات القومية. قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش إن هناك اعتبارات عدة بنيت عليها قناة السويس الجديدة، مؤكدا أنه من المنتظر زيادة معدلات النمو وزيادة القدرة على استقبال السفن العملاقة وزيادة القدرة التنافسية لتحقيق أكبر نسبة من الازدواجية في قناة السويس. استعداد للتعامل مع تنامي حركة التجارة العالمية، حيث أنه من المنتظر زيادة معدلات النمو في حركة التجارة العالمية في السنوات القليلة القادمة، وهذا سوف يزيد من معدل مرور السفن بقناة السويس. الاستعداد للتطور المنتظر في بناء السفن وزيادة القدرة على استقبال السفن العملاقة. يعني يا فندم لازم نستعد للمستقبل، لأن في الشيب بيلدينج بيحصل تطور، وقناة السويس لو كانت فضلت زي ما هي ما كانتش هتبقى قابلة على استقبال السفن العملاقة. زيادة القدرة التنافسية مع قنوات البديلة بالمنطقة وبالعالم بتحقيق أكبر نسبة من الإزدواجية في قناة السويس، مما يساعد على تقليل زمن عبور السفن بالقناة ويقلل من فترات توقف السفن بمناطق الانتظار بالمجرى الملاحي، مما ينعكس بصورة مباشرة على تكاليف الرحلة البحرية. وأضاف مميش أن مشروع القناة الجديدة نفذ في عام إلا 11 يوم بناء على توجيه رئيس عبد الفتاح السيسي. يبلغ طول القناة الجديدة حوالي 72 كيلومتر، يبلغ عمق القناة الجديدة 24 متر وغاطس حتى 66 قدم. بلغت كميات الحفر الجاف اللي قامت بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واحنا بنشكرها شكرا جزيلا على هذا، 250 مليون متر مكعب من الرمال. بلغت كميات التكريك 250 مليون متر مكعب من الرمال المبللة. كميات الحفر الجاف والتكريك حوالي نصف مليار متر مكعب من الرمال، وهي تعادل 100 مرة حجم الهرم الأكبر. بلغت عدد الكراكات العاملة بالمشروع حوالي 45 كراكة، تمثل 75% من إجمالي عدد كراكات العالم. يعتبر هذا المشروع هو أضخم مشاريع تكريك بالعالم. عدد العاملين بالمشروع 50,000 عامل. استمر العمل على مدار الساعة بدون توقف منذ بدء المشروع حتى انتهى منه وافتتاح القناة الجديدة. مدة تنفيذ المشروع حوالي 354 يوم فقط، أي عام إلا 11 يوم. وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن المجرى الجديد زاد من عائدات القناة وكان عامل جذب للخطوط الملاحية الدولية للمرور بقناة السويس لتحقيق زيادة استيعابية للقناة تصل ل 97 سفينة يوميا في 2023 بدلا من 49. قناة السويس الجديدة ما فيش ازدواجية دلوقتي، القوافل بتخش من الشمال ومن الجنوب في نفس الوقت، ما فيش سفينة بتعطل ولا سفينة بتقف في منطقة انتظار، وده سهل ومرور السفن بقناة السويس، وبقى عامل جذب لمرور السفن بقناة السويس واستخدام قناة السويس. والحقيقة طبعا ده أثر على العائدات وزود من عائدات قناة السويس وزود من جاذبية الخطوط الملاحية للمرور في قناة السويس. زيادة القدرة الاستيعابية 97 سفينة
49 سفينة حاليا، هتوصل 2023 97 سفينة، وده هيتمشى مع التطور اللي بيحصل في حركة التجارة العالمية إن شاء الله. وأضاف الفريق مميش أن المجال مفتوح أمام المستثمرين لإنشاء المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. المجال مفتوح لإنشاء صناعات داخل المنطقة طبقا لمطالب المستثمرين، مش بنفرض عليهم فرد معين، لا، بندرس المشروع من جميع الجوانب ودراسة الجدوى بتاعته ونشوفه يناسبنا في المنطقة قبل ما نبدأ في التعاقد. المنطقة دلوقتي شغالين في 187 مشروع في المنطقة الاقتصادية، والحمد لله الأمور يعني بتتحسن يوم بيوم، وإقبال كبير جدا من المستثمرين. هنئ طبعا صاحب سمو الأمير سلمان على فكرة مشروع نيوم، وإن شاء الله بنأمل التكامل مع مشروع نيوم في منطقة قناة السويس، لأنه هو مشروع صاعد واعد مش لمصر بس لكن للعالم كله. وقناة السويس ومنطقة قناة السويس هيبقى هما القبلة إن شاء الله مع مشروع نيوم للتجارة العالمية في الفترة اللي جاية. ومشروع نيوم هيقوم على استجلاب مواد خام وتصدير منتج إن شاء الله تعبر كلها من قناة السويس، وده يزود من معدلات عبور قناة السويس. ومن جهته قال رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لواء أركان حرب كامل الوزير إن مصر حققت أعلى معدل تنفيذي في حفر أنفاق قناة السويس عالميا، حيث كان المعدل اليومي للحفر في الأنفاق 36 مترا، في حين أن المعدل العالمي اليومي للحفر بلغ 10 أمتار. بينما بلغ المعدل اليومي للحفر في الأنفاق المصرية 36 متر في اليوم، كان المعدل العالمي 10 متر في اليوم فقط. بذلك وصلنا إلى 220 متر طولي في اليوم في الأسبوع، بينما المعدل العالمي 70 متر طولي في الأسبوع. وجاري حاليا تركيب وحدات سطح الطريق داخل الأنفاق، كما خطط لربط النفقين بممرات عرضية كل واحد كيلومتر لتستخدم في عمليات إخلاء الأفراد في حالات الطوارئ. وأضاف لواء كامل الوزير أن أنفاق قناة السويس تختصر وقت المرور لعشرين دقيقة بدلا من الانتظار لمدة قد تصل لخمسة أيام، مضيفا أنه تم تنفيذ أعمال الحفر بكفاءة تامة كلا تؤثر على الحركة المرورية أو حركة الملاحة بالقناة. وسوف تختصر الأنفاق زمن عبور قناة السويس إلى 20 دقيقة فقط، بدلا من الانتظار على معديات قناة السويس وكوبري السلام لمدة قد تصل إلى خمسة أيام. ورغم مرور مسار حفر الأنفاق أسفل قناة السويس وتجمعات سكنية قائمة سواء بمدينة الإسماعيلية وخط سكك حديد بورسعيد السويس ومجموعة من الطرق والمحاور مثل طريق المرشدين وطريق المعاهدة وكذا العديد من المرافق أهمها خط غاز طبيعي رئيسي، إلا أنه تم تنفيذ أعمال الحفر بكفاءة تامة دون التأثير على أي منها أو إيقاف الحركة المرورية بأي منطقة أو التأثير على حركة الملاحة في قناة السويس. وبلغ عدد العاملين بالمشروع ما يقرب من 10,000 مهندس وفني وعامل. هذا ويفتتح غدا الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعمال تطوير وترميم الجامع الأزهر التي استغرقت أكثر من 3 سنوات. وبحسب بيان لمشيخة الأزهر فإن عمليات الترميم تعد هي الأكبر التي شهدها الجامع على مر تاريخه الذي تجاوز 1000 عام. وتميزت عملية الترميم الجديدة بمراعاة الطبيعة الأثرية للجامع، كما جرى توثيق جميع مراحل الترميم بحيث أصبح هناك ملف شامل لكل حجر وركن وزاوية داخل المسجد. جولتنا الإخبارية مستمرة ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. شهد رئيس مجلس الوزراء الشريف إسماعيل توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مصر للتأمين وأربعة بنوك بشأن شهادة أمان للعمالة المؤقتة. تهدف الشهادة لتوفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة. من جهته قال نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم إن مدة الشهادة تبلغ 3 سنوات، تجدد تلقائيا مرتين فقط
فقط بفائدة سنوية تبلغ 16% تصرف في نهاية مدة الشهادة بعد خصم الأقساط التأمينية التي تتراوح بين 4 جنيهات و20 جنيها شهريا. الشهادة دي متوفرة لكل المصريين بدون استثناء. الشهادة دي فيها ميزتين مهمين جدا. ميزة ان هو بياخد عائد، بياخد 16%، وده عائد مجزي جدا جدا، ومن خلال العائد ده بيقدر يدفع قسط التأميني الشهري. الحاجة التانية ان هو بيتمتع بتأمين على الحياة، مدة الشهادة 9 سنوات، يعني في تغطية تأمينية بيستفيد منها من سن 18 لسن 59 سنة. الشهادة بتغطي التأمين يا اما بانتهاء مدة الشهادة لتسع سنين او بلوغ المؤمن عليه او المشترك لسن الستين. بطريقة بسيطة كده لو جينا بصينا على الشهادات دي 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى للمشترك الواحد 2500 جنيه من الأربع بنوك، يعني ما يقدرش حد يروح أربع بنوك يشتري 2500، لا هو كمنتج 2500 جنيه الحد الأقصى. من جانب قال حازم حجازي نائب رئيس بنك القاهرة إن الشهادة مدتها 3 سنوات وتجدد لمرة أخرى، وهي تهدف لتوفير غطاء تأميني للعمالة المؤقتة. الحقيقة النهاردة احنا أنت حضرتي معنا التوقيع الاتفاقية، هي اتفاقية لشهادة أمان 4 بنوك وطنية بيوقعوها النهاردة مع شركة مصر لتأمينات الحياة. وشهادة أمان المصريين هي شهادة لتأمين حياة المصريين، وهي معمولة لأي مواطن مصري معاه رقم قومي. الشهادة دي بتبقى مدتها 3 سنين، تجدد لثلاثة، تجدد لثلاثة آخرين بسعر فايدة 16%. الميزة اللي فيها إن شركة التأمين موجودة مع الشهادة، وبالتالي أي حد بيبقى عنده تأمين على حياته في الثلاث سنين الأولى أو الثانية أو الثالثة، يعني في خلال 9 سنين، وهي بتبقى من شروطها أي حد من سن 18 لسن 59 سنة. الميزة أنه الفايدة دي هي اللي بيدفع منها قسط التأمين، فبالتالي المواطن مش بيروح يدفع القسط التأمين بتاعه الشهري. وفي نهاية المدة لو ما حصلش وفاة بيبقى المواطن ممكن يسترد فلوسه اللي حطها وياخد عليها بقية الفايدة اللي موجودة. قال السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري إن الشهادة تتضمن مزايا غير مسبوقة للعمالة الموسمية والمؤقتة. بتتضمن مزايا غير مسبوقة، سواء من حيث سعر العقد، سواء من حيث المظلة التأمينية، سواء من حيث الإجراءات، سواء من حيث المزايا اللي بتتضمنها. لك أن تتخيلي شهادة بيشتريها بدون مصاريف بأعلى عائد في السوق 16%، بتقدم مزايا تأمينية غير مسبوقة محدش يقدر يعملها لو تقدم منفرد لأي شركة تأمين، ببطاقة الرقم القومي فقط بدون كشف طبي. المستفيد من الشهادة لا قدر في حالة الوفاة بيصرف التعويض التأميني سواء في شكل مبلغ مقطوع أو في شكل مبلغ لمدة 5 سنين أو 10 سنين بدون حاجة غير شهادة الوفاة أو محضر الشرطة في حالة الوفاة في حادث. فقصد أقول إنها مزايا مسبقة. إحنا بنطالب المجتمع، ودي كانت وفقا لتوجيهات سيادة الرئيس، وده يمثل نموذج للتعاون والتنسيق التام ما بين الحكومة وسيد محافظ بنك مركزي وبنوك الوطنية الأربعة والرقابة الإدارية في إنها تصمم منتج بهذا الشكل. وما زلنا في إطار نشاط مجلس الوزراء، حيث قال وزير المالية عمرو الجارحي إنه استعرض مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل المؤشرات الأولية لموازنة 2018-2019 المقرر عرضها على البرلمان قبل 31 من مارس الجاري. وأضاف في تصريحات بمقر مجلس الوزراء إن أهم أهداف الموازنة تحقق عبر خفض عجز الموازنة الأولى وتحقيق بنود صرف قادرة على دفع عجلة الاقتصاد. وصل الآن إلى مقر مشيخة الأزهر الشريف بالدراسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية، وذلك للقاء فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين. ومن المقرر أن يتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الأزهر الشريف والمملكة العربية السعودية في مجال مكافحة الإرهاب ونشر الوسطية والسلام، كما يناقش الطرفان عددا من القضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك.
تبرع اتحاد جمعيات المستثمرين ب 20 مليون جنيه كدفعة أولى لتعمير سيناء تلبية لدعوة الرئيس السيسي. قال محمد فريد خميس رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين بعد لقائه رئيس الوزراء إنه سيتم إنشاء 128 مصنعا في منطقة بئر العبد، وأشار إلى أنه سيتبرع بمبلغ 100 مليون جنيه لصالح تنمية سيناء. أنا سلمت السيد رئيس مجلس الوزراء النهاردة شيك ب 20 مليون جنيه مني أنا شخصيا، وده دفعة أولى من مبلغ 100 مليون جنيه وعدت أن أدفعه خلال سنة عشان تلبية لدعوة السيد الرئيس السيسي للتبرع أو المشاركة أو المساهمة في تنمية سيناء. تنمية سيناء مهمة جدا، وعشان كده أنا وجهت زملائي في اتحاد المستثمرين رؤساء الجمعيات وعملنا اجتماع يوم السبت الماضي، واتفقنا على انه كلنا ندعو زملائنا المستثمرين اعضاء جمعيات المستثمرين في كل المدن انهم يساهموا في هذا المشروع. يستهدف مجلس النواب خلال جلسات العام اليوم مناقشة عدد من مواد مشروع قانون حماية المستهلك. هذا ووافق المجلس خلال الجلسة المنعقدة اليوم بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المستشفيات الجامعية، كما وافق على إعفاء هيئات التعليم العالي والبحث العلمي من الضرائب، وأرجى الموافقة النهائية على مشروع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى الغد بعد أن وافق عليها من حيث المبدأ. كما تضمنت الجلسة إحالة عدد من القرارات الجمهورية المتعلقة باتفاقيات تعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى لجان نوعية مختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها تعرض على الجلسة العامة لاحقا لإقرارها. طلبت الهيئة الوطنية للانتخابات من وزير التنمية المحلية اتخاذ ما يدخل في اختصاصه من قرارات للتعامل مع أي دعاية انتخابية مخالفة للضوابط المقررة قانونا. وأكدت الهيئة الوطنية أنها وضعت عددا من الضوابط لمنع تكرار التصويت في انتخابات الخارج والداخل، من بينها وضع فارق زمني بنحو 10 أيام بين انتخابات الداخل والخارج من أجل تنقية الجداول الانتخابية ومنع التكرار. وننتقل إلى مركز جهينة بمحافظة سوهاج لننقل جانبا من المؤتمر الجمهوري لدعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية. وزملائي مثلنا مثل الدوائر الانتخابية الأخرى، وأكل لهم جميعا كل اعتزاز واحترام وتقدير. يعلم الله أنني لا أفرق بينهم وبيني، وإنني أريد أمد يد العون لهم لنستطيع أن ننهض بهذا البلد الذي عانى كثيرا من التهميش وغيره. وألف شكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سيادة النائب خالد صالح أبو زهاد. السادة الحضور، لعلكم تشتاقون إلى مفاجأة هذا المؤتمر الاستماع إلى الضيف الكبير والسياسي الحكيم، ولكن أستأذنه، بين يديه ترويحة وقصيدة للشاعر المحبوب الأستاذ خلف، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير. نحن اليوم في عرس كبير، في احتفالية كبيرة، نشكر
القائمين عليها، ونشكر سيادة النائب خالد أبو زهاد الذي جمع هذه الوجوه الكريمة والجميلة من السادة الضيوف من المنصة الكريمة، وحضراتكم من عمد ومشايخ البلاد، ومن النساء ومن الأطفال. إنه لعرس كبير تأييدا لسيادة الرئيس المحبوب عبد الفتاح السيسي وفقه الله جميعا. ندعوكم وأدعو نفسي وأولادي وكل من هو وطني في هذا البلد الكريم أن نخرج جميعا في يوم الانتخابات كي نؤيد هذا الرجل الذي افتدى هذا الوطن بروحه. أود أن أقول في كلمات قليلة، وقد ذكرنا الباشمهندس محمد. إذن تابعنا معكم جانبا من المؤتمر الجماهيري الذي ينظمه أهالي مركز ومدينة جهينة في محافظة سوهاج لدعم ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية. ختم جولة الأخبار، ونذكركم بأهم ما عرضنا. السيسي وابن سلمان يتفقدان مشروعات قومية في الإسماعيلية ويفتتحان غدا أعمال تطوير وترميم الجامع الأزهر. رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بشأن وثيقة أمان للعمالة المؤقتة. ومجلس النواب يوافق على قانون تنظيم المستشفيات الجامعية ويعفي هيئات التعليم العالي والبحث العلمي من الضرائب. ختام جولة الأخبار ولقاء إخباري تالي على رأس الساعة.